نعود إليكم مجدداً من تغطياتنا في إكسبو 2020 دبي، وتحديداً اليوم سنأخذكم إلى الجناح الفرنسي، وهنا يقام أو تقام فعالية مختصة بالأمن الغذائي. وعلى هامش هذه الفعالية هناك طبخ حي يقدمه الشيف تشارلز سوسان، ويقدم المنتجات الطبيعية التي تستخدمها فرنسا، ويقدمها كما ترون بطريقة مبتكرة ورائعة، يعني تجعل الناظر يريد أن يتذوق هذا الطعام الرائع. وهذا الشيف مشهور دائما، لديه برامج تلفزيونية ونشط على السوشيال ميديا بحواراته وطريقة تقديمه المبتكرة للطعام. وكان لنا فرصة أن نتعرف عن قرب مع الشيف سوسان ليحدثنا أكثر عن الطبق اللي قام بتحضيره. شيف سوسان، بالنسبة للطبق اللي قدمته اليوم ولا هو مختص بالأمن الغذائي، عرفنا أكثر عن ماذا تقدم اليوم. Hi Nail, welcome in French Pavilion. So today we prepare just. أهلا بكم. نحضر اليوم طبقا بمكونات بسيطة. لدينا هنا التفاح والبطيخ والأناناس والليتشي، أضيف إليهم فاكهة الباتشون والزبدة وأخلطهم. Passion fruit, okay. French butter on the top and. هذا طبق سريع وسهل التحضير ويمكنك أن تتذوقيه معي. Very easy to do and very quick to do, okay. And if you want to. I can taste. If you can taste with me. نعم. الشيف هنا يقوم بوضع الفواكه وخلطها جيدا، ويعني بعد قليل ستكون جاهزة لأتذوقها. So if you want, can taste now. يمكنك أن تتذوق الطبق الآن. وكما قلنا المكونات جدا بسيطة: زبدة، تفاح، بطيخ، أناناس والليتشي. الآن سأقوم بتذوق الطبق الشهي وأشتم الرائحة الذكية للطبق الفواكه الخاص. أتمنى أن تكونوا معي لتشموا الرائحة كم هي لذيذة وشهية، وأدعو الجميع أن يأتي إلى الجناح الفرنسي. الآن أتذوق الفواكه المطبوخة. شكراً شكراً. نعم، صراحة طعمها جدا رائع، يعني الخلطة اللي عملها الشيف جدا جميلة، ويعني أتمنى إنه عن جد يعني تيجوا على الجناح وتتذوقوها تشوفوا قد ايه هي لذيذة. بهيك مشاهدينا وزملائي غطينا لكم اليوم الفعالية من الجناح الفرنسي، ونعود إليكم إلى الاستوديو.